وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل فاضل من الشمالية بالسودان يقول: أنا أعمل مع أخي الكبير في محل لصيانة الأجهزة الكهربائية، والعمل جيد والحمد لله، ولا يوجد حساب بيننا، بمعنى الذي يحتاج إلى المال يأخذ ما يريد، فهل إذا أنا أخذت مصاريف دون علم أخي أكون بذلك مذنبا، مع العلم أنه لا يعطيني راتب وأنا أريد أن أخذ مالا أحتاج إليه؟ نقول: هذا الذي أنتم فيه أيها المبارك الكريم السائل ليس صوابا، ولا شك أنكم يوما من الدهر ستختلفون، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يجنبكم الخلاف والشر والضر، لأن هذا الذي بينكم هو عقد شراكة، وعقد الشراكة هو نوع من أنواع البيوع ومن أنواع العقود، والله عز وجل قد أمر بكتابتها، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، رواه مسلم. وبوب له البخاري في كتاب البيوع قال: باب المسلمون على شروطهم، لأن الحديث ليس على شرط مسلم. وقبل ذلك كله قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فلابد أن تجلس مع أخيك الآن وأن تكتبوا ما بينكم من هذه الشراكة، كم نصيبك من رأس المال وكم نصيبه من رأس المال، ما هي الأعمال التي تقوم أنت بها وما هي الأعمال التي يقوم هو بها، ما هو راتبك وما هو راتبه، وما هي نسبتك من الأرباح وما هو نسبته من الأرباح، وأن تقيد كل شيء في عبارة عن دفاتر لليومية ودفاتر محاسبية إلى غير ذلك. أما أن تأخذ من غير أن تخبرهم فهذا يقدح في الأمانة، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن بين وصدق بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فننتبه لمثل هذه الأمور تماما، ولابد أن تبين له. والله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلابد أن تبين له ما أخذت من الصندوق، أما يكون هذا الأمر بهذه الصورة المشاعة بينكم على غير ضبط فهذا يؤدي إلى المشاكل في المستقبل، ولا سيما إذا نمى المال أو إذا اضمحل، يعني لو نازلة بكم فحدثت خسائر كل سيحملها على الآخر، أو إذا نمى المال كل سيقول لي حق إلى غير ذلك. فاتبعوا ما ورد في السنة تفوزوا وترجحوا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.